سيارة النهاردة بانفيرس سكوير لو هنستخدم فيها ناتشورال لايت وفوتوميتر ولينير انسوليتور واوبتيكال بنش. اول حاجة بنخب الجهاز بتاع بسبب الاضاءة وبنفتح الجهاز على اون، نتأكد ان مفيش اي اضاءة اصلا للجهاز. بعد كده نتأكد ان العدد بتاع السنسيتيفيتي على الاخر، ونجيب الزيرو، نجيب العداد بتاع اللوكس على واحد. بعد كده نصفر الجهاز، نقعد نحرك العداد ده لحد ما يجي على الصفر. طبعا اهم حاجه لازم ما يكونش فيه اضاءه عشان الريات اللي بعد كده ممكن تبقى فيها غلط. لازم نبقى مخبيين الجزء بتاع المستقبل الضوء لحد ما يجي على الصفر. بعد كده نحط مباشره الجهاز اللي هو مستقبل الضوء. تمام، بعد كده نشغل الجهاز في الضوء، هيدينا اضاءة عالية. فلازم طبعا ناخد الاضاءة من الجهاز، فلو لسه غايبة على اخر الجهاز فمحركين مزودين في العداد ده. لو اول ما تقل عن اخر عدة خلاص كده دي تبقى قريت. لما اجي اقرا القرايه لو هي كانت على الواحد بقسم على، باخد القرايه من المقياس اللي فوق. طب خد معلش ايه غلط، لا باظ، لا يا عم عيد من الاول. تمام، اما نيجي ناخد القرايه لو كانت القرايه على الواحد باجي اقيس من المقياس اللي فوق الموجود المدرج عندي من فوق اللي هو من 0 لحد 10، واي قرايه اخدها هقسم على 10 وهي دي تبقى قرايتي. لو هي على 3 بروح واخد القرايه اللي اسم من تحت وباخدها زي ما هي، بس مش على حاجه ولا بضع. لو على 10 باخدها من فوق زي ما هي، لو على 30 باخد من تحت وبضرب في 10، لو على 100 باخد من فوق وبضرب في 10، لو على 300 باخد من تحت وبضرب في 100.